غابت الدولة عن حماية أملاكها وتركت ذوي الأطماع والتسلط يعوثون في الأرض الفساد. نهب واستيلاء ومصادرة للأملاك العامة للدولة من النافذين كان آخرها أرضية بمنطقة أسعد الكامل بمديرية معين بأمانة العاصمة، خصصت لتكون حديقة ومتنفسا عاما، غير أن النافذين يسعون للاستيلاء عليها. نطالب بتنفيذ المخطط 561 المخطط الرعاة ورفض أي تعديل له لقلب أرض الحديقة وشوارع إلى يعني أملاك خاصة. سكان وأهالي مديرية معين ناشدوا أمن العاصمة والسلطة المحلية في وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى العاصمة، سرعة إيقاف نهب الحديقة التي طالما حلموا بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين. ناشد أمن العاصمة لأن الناس هذا يعني إحنا منضرين بتحويل المصالح العامة لمصالح شخصية. أمانة العاصمة أكدت عدم السماح لأي كان بالاستيلاء على الأملاك العامة للدولة أو العبث بها، مفيدة أن الأرضية المعنية ستظل حديقة حسب ما خصصت لها. بالنسبة للحدائق في أمانة العاصمة هي المتنزه أو المتنفس الوحيد لأبناء العاصمة من هذا الحديقة الذي في مديرية معين وغيرها من الحدائق، بما فيها حديقة 11 مارس، فهي حديقة 21 مارس، هي حديقة كل اليمين كل أبناء العاصمة صنعاء، وإجراء تسليمها في القريب العاجل بينما يستكمل بناء البديل للمعسكر والأفراد المعسكر العنابر تستكمل، يتم إن شاء الله إجراء النقل واستلام الموقع بكامل لأمانة العاصمة. تفتقر أمانة العاصمة للحدائق والمتنزهات، وظل المواطنون يحبهم الأمل في حديقة 21 من مارس التي صدر فيها قرار جمهوري منذ ما يزيد عن عامين، غير أنها لم تسلم لجهة الاختصاص حتى اليوم دون أي مبرر يذكر. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.